السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا اخواني المدخنين والمشيشين، خذوا هذه العظة والعبرة من هذا الرجل ينصحكم ويعطيكم هذه الرسالة. أتمنى الحقيقة التفاعل، وأتمنى الإنصات، وأتمنى كذلك أخذ هذه التوجيهات بعين الاعتبار. تفضل يا عميد. السلام عليكم يا اخواني، يا اخواني أنا رجل أكلمكم بلا عنجرة، رجل بدون عنجرة. يا اخواني تجنبوا التدخين لا تقعون في موقع نبي. يا اخواني تراني والله تمنيت اني ما شربت سيجاره بعدها. الله اكبر. يا اخواني هذا تقربون الموت البطيء، هذا الدخان هو الموت البطيء، الله يجزاك من الجنه، الله يوفقكم تجنبوا الموت البطيء. الله اكبر. وشوف تقول للشباب اللي ما زال يدخنوا شيء يا عميد؟ اقول يا لعب عمره من بدري، يا لعب عمره من بدري وتجنب الموت البطيء. انت كيف تتكلم الان؟ انا اتكلم عن طريق الجهاز بدون عنجره. طيب ممكن توريه للمشاهدين الجهاز؟ الله المستعان. بدون ما تقدر تتكلم؟ لا اله الا ابدا، ولا اخرج ولا حرف. والله العظيم رساله يا اخوان، والله العظيم انها رساله قويه جدا لكل انسان مشيش وكل انسان مدخن، ان يقلع وان يترك هذه الافه المدمره لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله ما نبيك تموت من سرطان التدخين، والله ما نريد امك وزوجتك واخوانك واخواتك ان يعانون المعاناه التي يعيشها مريض السرطان في مستشفيات الابرام. نسال الله جل وعلا ان يعصم شبابنا. تعطيهم رساله اخيره يا عم عيد؟ الزادي يتجاوزون الموت يقول الله يرضون والدينهم يرضون يتجاوزون الموت الله يوفقهم. الله يبيض وجهك، غفر الله لك، واسال الله ان يحمي بلادنا وشبابنا من هذه الآفة المدمرة. وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.